سامح فينا. كنت كان بيديهم كلينكس. الوالدة ديالي بيديها عندها صبح الناس دراري صغار الحالة ديالنا ضعيفة. كنت كنقرا دابا والو. انا عندي 9 سنين 6 سنين، واحد زين العابدين، واحد عمر، واحد امجد، ونهاد. عندي البنيته في عمرها 8 سنين الكبيره، وعندي الوليد في عمره ديال 6 شهور دابا حاليا، وعندي عامين ونص، وعندي 6 سنين، عندي 7 سنين. والاب ديالهم فين؟ سامح فيهم في فاس، وتزوج بمرا واحده اخرى. تزوجهاش مقلسه معاه في الكاغيط. دابا في 2015 كنت كنبيع بهم كلينكس، ودوهم لي الخيريه، ودرت التزام بانه يقراو، وجلستهم في الدار. كنخرج بوحديتي ندير الميناج انا في بلايا. عاونوني على ديك الوليدات، ما 5 بيوم مسؤوليه صعيبه. شي 15 يوم كنت بدي بك هذا، عاد الورق ديالي في التاريخ ديالهم بالضبط. صافي تجبرت، والولاد انا هبطت لبلايا. صافي تزاد عليا الحال، وديك الشيء ضربوا لي الشوكه في الدار ديالي. بقيت كنغوج اني نيار عصابي، نعس 15 يوم، والدراري بقاو في الشارع. لقيت الحاله ديالهم في الشارع، ما تماش كانوا جالسين في الدار، ما مبدلين لا حوايجهم، كيخرجوا حوايج بلا سروال لا تجي حاجه. عندي فاس، ما عندي بوحدي انا هنا. دابا مول الدار حيد لي الضو، حيد لي الماء، وبقاو الدراري بلا تلفازه لا تجي حاجه، وجلسوا في الشارع في الزنقه كيخافوا من الدار على حساب الظلام. لا انا والراجل في الدعوه ديال الطلاق، كنا بتمرن مره الجلسه. لا الوالده ديالي بيديها عندها صبح الناس دراري صغارين، الحاله ديالنا ضعيفه. كنبغي نديهم معايا الطاكسي، ما كتبغي تهزني السبينه. كنبغي نديهم، كنخدم في الميناج 2000 درهم كنتجبرها، ما كتكفينيش المربيه 5 د الناس. كتبقى المربيه كتسالني المصروف ديالهم كل نهار 2000 درهم كنعطيها المربيه، ما كتبقى لي حتى حاجه للكرا ولا حتى حاجه ما ناكلو. الا حضر شي واحد للطبيب ولا شي حاجه، ما كنلقى اليوم حتى شي حاجه. كتبقى معاهم النهار كامل، ولكن عطاتني 2000 درهم 5 بيوم على حسب التلابيس الصغير، وعاد ليكوش وحليب 30 درهم للدراري الكبار، وباكي ديال ليكوش وباكي ديال الحليب سالم. كنصوب الميناج في البلايا، الديور اللي في البلايا كنجمع لهم الميناج. ملي كيخرجوا الناس كيخرجوا من الكرا، كنخرج انا كنخمل لهم ونصوب لهم. كنقيل في البلايا، ما كنوفرش مره 50 درهم، مره 100 درهم، مره كيعيطوا لي كاع كل مره على حسب.